السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. عواشر مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. وباش ما تمنيتو، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غدا نحضر معاكم رزيزه بلا ماكينه، غير بواحد القطاعه كتجي ساهله. فايته محضره معاكم بالماكينه ديال الرزيزه، واليوم قلت علاش لا نحضرها معكم بهاد القطاعه. هادي كتجي رائعه، واي واحد اللي عمره ما مجربش الرزيزه يعني غتجي هاد الطريقه ساهله، وغادي يحضرها بمناسبه العيد. ايوا ان شاء الله ما تنساونيش من واحد اللايك، وتبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا الطريقه، وندوزوا ان شاء الله نبداو. غنحتاج هنايا غادي نص كيلو ديال الدقيق الفورص، يكون نوعيه جيده، ونزيد عليه كاسونس ديال الفينو الدقيق الناعم، نزيد واحد المعلقه ديال السنيده او ديروها ديال العسل، معلقه صغيره، وندير الملحه، الملحه حسب الذوق. صافي، وغادا نعجن. ممكن ديروها في العجانه، ولكن انا ما درتها، انا عجنها غير بيدي، ما غاديش نعجنها مزيان. صافي، غادا غير نخلطها ونخليه اصلا المسمن كان يعني كتخليه يرتاح، شحال ما خليتيه كيرتاح بحال لي عجنتيها مزيان. المهم هنا الماء راه بارد يعني من الروبيني، من بعد ما جمعتها تما غير جمعتها ما عجنتها لا والو. دابا غادا نديرها في البلاستيكه ونخليها ترتاح. صافي، غندهنها بواحد شويه ديال الزيت، الطريقه راه ساهله، ما كنعجنوها لا والو، كنخليوها ترتاح وقت ما واخا تخليوها حتى 3 السوايع ماشي مشكل، كل من ارتاحت كيجينا المسمن زوين. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت ليا مزيان، شفتوا هانتوما كيفاش ولات ارتاحت، خليتها انا راه تقريبا خليتها شي جوج سوايع. هانتوما كيفاش كتجي العجينه بحال لي عجنتيها مزيان. صافي، دابا غادي نشكلها، نزيد البلاطو ندهنو بشويه ديال الزيت، نبدا نشكلها على شكل كره. المهم بغيتو ديروها كبير بغيتو ديروها صغير، المهم انا غنديرو متوسط، ندير هذا القياس، هذا القياس هذا. صافي، دابا غادي نغطيهم بالسلفه نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وندوز نورقهم. صافي، هنايا ذوب الزبده، اي زبده عندكم ديال الطوراق، غنزيد عليها شويه ديال الزيت، غنزيد عليها واحد المعلقه ديال الفينو، ومعلقه ديال الدقيق الفورص، غنزيد عليه واحد نص خماره،
هاد الخلطه كيجي بها مسمن رائع. صافي ونخلط كلشي. صافي دابا غادي ندهن سطح العمل غير بالزيت، غنورق غير بالزيت هو الاول. ديك الخلطه اللي غنخليها حتى الاخر. صافي غنورقها مزيان. دابا نتما ملي خليتها طلقات العجينه يعني كتورق ليا بسهوله. من بعد ما ورقتها مزيان ناخذ هذه القطاعه، هذه القطاعه ديال الربيع. طريقه سهله. صافي غنبقى بحال هكايا حتى القطعه كامله. هي رزيزه سهله. صافي دابا غادي ناخذ ديك الخلطه اللي درت وغادي ندهنها بالزبده مزيان بهذه الطريقه هكا. صافي نبدا نجمع. صافي بهذه الطريقة هذه نجبدها واحد شي شوية بحال هكا. صافي غندير العيوه، المهم غير ما نكرصش مزيان غير هكا بهذه الطريقة. بحال هكا. صافي غنبدا نلوي على يدي. بهذه الطريقه بحال ما كان لويتها غير على 3 الصباح. ممكن تزيدوا شويه هكايا ديال الزبده، غير شويه ماشي بزاف. نفس الطريقة غادا عاوتاني نورق الثانية بالزيت. الأهم هي تورقوها مزيان باش كتجينا رقيقة. كنتلقاها غي كتورق، مكتاخدش معانا الوقت بزاف باش خلينا العجينة ارتاحت وما كتقطعش لينا. ملي كنخليو العجينة كترتاح مزيان مكتقطعش لينا العجينة. غندير لي عساني نفس الطريقه كما درت الاولى. وبالنسبه اللي ما عندوش هذه القطعه هذه راه ساهله، هي عمليه على الموس، يدير غير الموس، لكن هي راه هي زعما كديري بها ضاغي. صافي هذا عساني نفس الطريقه اللي درت الاولى، ندهنها بالزبده هكا باش كتدهن ليا مزيان. صافي غنبدا نجمع. كنجمعها هكا بهذه الطريقه هذه.
صافي غادي نقرصها غير واحد شويه كندير لها هكا اللي كنقادها. صافي دابا غادي نبدا نلويها بهذه الطريقه هكا. صافي هنايا درت المقلاة كتسخن، المقلاة غليظة كرص خنات كرصها، كنقرصها غير شوية بحال هكايا، أو كندير العافية تكون متوسطة باش طيب لينا من الوسط. المهم دابا هاد ما درتها أنا صغيوة، غندير جوج دارين سالي، ممكن تهز ليا حتى ثلاثة مقلاة. صافي العافية راني درتها متوسطة باش طيب ليا على خاطر حتى تحمر ليا من تحت ونقلبها. راه ملي كنديروها طيب ما كندهنوهاش، صافي راه يعني فيها الزبدة كافية. صافي اللي تحمرات ليا غادي نقلبها. صافي تنبقى ندورها بحال ما هكا حتى تطيب. هانتو فاش كيطيب راه كيجي محمر، هانتوما كيفاش كيجي، كتجي حلول. شوف هادي بارت تنحيدها. من بعد ما ساليت الطياب هانتوما هي كيفاش كتجي، كتجي محمرة. هانتوما هاد القياس راه عطاني 10 الحبات. هانتوما كتجي مفتوحة كاملة وما كتجيش ميدمة، يعني صافي كديري ليها غير الزيت الكافي في الاول. صافي ملي كتجي طيبيها ما كديري ليها ما كدهنيهاش نهائيا. شتي كيفاش كتجي، كتجي محلولة كاملة كاملة. هانت كلهم جاو محلولي، انا حليت وحده. هانتوما كيفاش كتجي، شفتو. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش من واحد البارطاج واللايك باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.